قالاش كي تشوف كيما نقولوا دوك حنا قدام عينك يتذبح ما متهني منه على الطريقه الاسلاميه واللحم تاعو بارابور للاخر هذا صم عليه اه وهذه هي بنين على الدجاج الاخر ايوه اه من ناحيه الاسعار كيما هذا ومنخفض على الاخر هو زايد شويه في السومه كيما راه اليوم لهنا هو 39 الاخر هو مدير 48 واش الفرق ما بينهم؟ المذبوح تلقاه يغليه يقول لك لخطاكش ذبحنا وحنا اللي تعبنا عليه وهذا اللي ماهوش مذبوح تلقاه سما يرخص فيه بوح تلقاه يقول لك حنا نذبحوه ونريشوه وعليها نزيدوا له وبصح هم هذا ثاني يذبحوا بصح ما يزيدولوش يعني هنا سمع هذه الطريقه اللي هي نعم اللي يذبحوه هنا ونشوفوا روحي خير من اللي موش مذبوح نجيبوه هكذاك ما عندنا مذبوح اللي موش مذبوح ندير فيه السكه رمضان هذا لازم ندير فيه الحوايج وكل نظاف هذه هي موش روح اذبحوه اصبرك لا عندها 4 أيام ولا 5 أيام وهي عافه لازم يتولى كي تجيب حاجه جديده كي ياكلها ما يخرج ياكل بالبنه موش عقب برك هذا الناس سمى مذبوحه جديده وقدام عينيهم وفرق ثاني في البنة ثاني كتعود جديدة ثاني مش كما تعود مذبوحة كتعود ثاني في كونجلي هكذا سما فرق كبير في البنة في فرق وثاني قدام عينيهم ثاني تشوفهم قدام عينيهم مذبوحة قدام عينيهم خير من هذيك مش ساتي بوكفة مذبوحة ساتي بوكفة هذه هي الفرق هي يجيو الله يبارك يجيو عجل هكذا سما جديدة حية مذبوحه قدامهم هكذا اسمه كنا نحكيو هكذا اسمه مذبوحه قدامهم كلش فكره هكذا خبطت في راسي هكذا نفحت لي هكذا نحل الدجاج هكذا على ربي وخلاص والحمد لله وماش حاب يعني تتطور يعني العمل تاعك مع الوقت ان شاء الله نطوروا مع الوقت ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله نطوروا بيا نفضل الدجاج المذبوح الحي يذبحوا قدامك على الطريقه الاسلاميه على الدجاج نتاع البوشري ما تدريش بالك قادر كل واحد كيف ما ذبحه تقدر يكون عنده وقت هو في فريقو وناحيه بنا وسومه هذا تلقاه رخيص على الاخر تلقاه غالي وما تدريش اسكو على البنا وعلى السومه وعلى احنا نجيو لهنا تولى خونا ماضي يذبح قدامك والذبح تاعو ولا هنا ما يذبحش كيما نقولوا يلوح في عرض البيدون والله يذبحوا تتفرج فيه يذبحوا يقبلوا ويكبر بسم الله الله اكبر تفرج فيه وزيد يذبحوا برا ميم الدجاج كيعود كي تذبح يتخبط يخرج الدم هذاك اما اللي في الوزنوات ما تعرفش راه يكب عليه الماء سخون والله يسرعوا واحد ما يعرف هنا قدامك تشوفه بعينك والله الماكله تاع هذا يعني انا يعني كتجربتي اي انسان روح اذبحه برا وطقه برا خليه يتخبط تلقى البنه تاع هذا خير من البنه تاع الاخر كيف يذبحوا ويذبحوا قدامنا ويريشوا قدامنا وكلش قدامنا نظيف خير من تاع البوشري جبنا تاع البوشري تاع البرا تاعك لابسه ما قالش كيما هذا عند البنه في هذا خير من اللي تجيبه من عند في الباطوار ولا نجيبه من حاجه اخرى وبارك الله فيكم وخلاص.
السومة السومة كيف كيف راه كيما البطوار كيما زايدة حقول هنا حاجة قليلة بين هذا والبطوار وبين هذا. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتود تتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.